تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 27,497 قضية تموينية متنوعة، وضبط 724 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق 8,857 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 38,160 سائق نقل جماعي لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامات. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 38,525 قضية تموينية متنوعة، من بينها 625 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 38,303 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 5,170,905 جنيه، وضبط 56 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,091,349 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 453 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 219.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 99 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 15 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 546,300 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات تجاوز السرعة المقررة والقيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 328,506 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 235,344,495 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6,983 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 9,298,278,000 جنيه مصرية، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.